وهذا اليوم شهر المبارك اللي الله أنزله في القرآن في الصيام. والله ما قصرتون، يعني جيتون المحل وشرفتونا، إن شاء الله في خدمتكم إن شاء الله مجدين في هذا الأمر، في الاجتهاد بيننا وبين الله ربنا اللي حاسبنا، يعني وانتم ما قصرتون في هذا الأمر، جيتونا شرفتون المحل، قدومكم خير، جيتكم خير، جيتكم شرف، تاج على راسنا، يعني ما قصرتون في زيارة الشهداء من بيت لبيت الجون، يعني ما قصرتون، يعني هذه نعمة كرامة، الله يجازيكم خير، والله يأيد العلماء إن شاء الله مراجع العظام، ويسر أمورهم، ويفتش كل أسير وكل معتكل، ويجيب إلى وطنه، والله يصح الأحوال في الدنيا وفي الآخرة، فوقين على خير إن شاء الله.